بنزي هو الذي أخطأ، ما عندوش بطاقة صفراء من قبل، عنده ليجوني، عنده مونديلي اللي خرج، عنده مونتوفاني، بالإضافة إلى لوسيانو. سيدورف ينقذ الميلان ويسجل هدف في منتهى الروعة في الدقيقة 91. كلارنس سيدورف ينقذ الميلان بروعة. رونالدينيو ساقط دافيد بيكام خارج الأرضية الميدان، والميلان يعود من بعيد. الحظ حالفه الميلان اليوم، تسجيل لهذا الهدف في اللحظات الأخيرة يخلي الفوز أكثر نكهة ويخلي الفوز أهم بكثير، لأن الميلان اليوم أكد بأنه فعلا فريق يستحق. يا لها من تسديدة صاروخية من سيدورف، فعلها لوحده، قرر، انطلق، راوغ وسدد وسجل هدف في الزاوية اليمنى من مرمى الحارس ستيفانو سورنتينو. الميلان يعود من بعيد، فيديو سيبي مياتا ويتفوق على ليتشي ولو أن المباراة لم تنتهي. يا له من هدف من سيدورف، يا له من هدف من سيدورف، المنقذ الليلة بالنسبة للميلان في هذه المباراة. هدف في منتهى الروعة